طلعي حواليكي، كلياتنا نسوان وصبايا وهربانين كمان. يا بنمشي بنهرب مع بعض، يا اما خليكن هون وعم تنقوا. مهاجرين هربانين على مكان تاني، سو كلها هروب. انا ربيت هون بدار الايتام الاسلاميه لمده 22 سنه. هلا انا the only reason اللي بتفتش على اهلي مشان اعرف my roots، انه انا من وين. حتى لو كان ولدي ما عاد عم حس بانتماء. صار لي رح يصير لي سنه حتى ملفي بالمحكمه ما حدا سال عنه. كل الناس بتهرب، بتهرب وبتدور على منجأ آمن لإلها. المهم إنه توصل لمكان تحس فيه بالأمان. صرنا بعالم كتير صغير بهذا العالم الكتير كبير المليان مشاكل. حسيت حالي كتير قوية أنا بس فتت على المسرح عن جد. كنت حاول أنا أرسمهم، تخيل بيي هيك شكله، أمي هيك شكلها، بهالطريقة حيجوا، بهالطريقة حالتقى فيهم. لما بكون انا بمساحه ما حدا عم يجبرني اعمل شيء، وقتها انا بكون انا، بس انا ما كنت مكتشفه انه انا هيك. فانا هيك وانا بحب حالي هيك، وانا يمكن كان لازم اكون هيك من قبل، بس ما كان عندي فرصه.